في الشأن السوري، جبهة النصرة تتبنى 4 هجمات انتحارية نفذت أخيرا في سوريا، قالت إنها أسفرت عن 80 قتيلا في صفوف الجيش النظامي و44 قتيلا سقطوا الخميس في مجزرة معرة النعمان. ونلفت إلى أن الصور قاسية جدا. هذه معرة النعمان بعد غارات الطيران الحربي السوري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل كافر ومتكبر وقاتل من الأطفال. الحصيلة فاقت 44 قتيلا، بينهم عدد من الأطفال. القذائف دمرت مبنيين ومسجدا هدمت على من فيها. المفوضية العليا لمجلس حقوق الإنسان تحذر من مجزرة كالتي حصلت في البوسنة. ووسط القتل المنهجي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها، لتنظيم البحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية لضمان صحة الإنسان والحيوان والنبات. العمليات الإرهابية تستمر في سوريا كذلك، بحيث فجر انتحاري نفسه على مقربة من مبنى وزارة الداخلية السورية. في المقابل اتهمت دمشق جهات تركية وسعودية بإبرام صفقة لانتقال عدد من مقاتلي تنظيم القاعدة إلى تركيا تمهيدا لتسللهم إلى سوريا، وذلك في رسالتين جديدتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وفي انتظار وصول الأخضر الإبراهيمي إلى سوريا السبت للقاء المسؤولين السوريين ومواصلة مسعاه لوقف إطلاق النار في عيد الأضحى، تواصلت رسائل الدعم الإقليمية والدولية لفكرة هدنة في العيد. وقد نقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نيجاد قوله إن استمرار الحرب وقتل الأبرياء غير مقبول، داعيا إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى الحوار. إلى ذلك، أعلنت القيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا موافقتها على الالتزام بالهدنة في فترة عيد الأضحى التي اقترحها الأخضر الإبراهيمي. إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام وخاصة النساء، فك الحصار عن مدينة حمص، والسماح بدخول المساعدات الطبية والإغاثية وبإشراف دولي وفورا، عدم قيام النظام باستغلال الهدنة لتعزيز مواقعه والمناورة بالقوى والوسائط، وعدم تحريك الأرتال والآليات العسكرية، إيقاف كافة الطلعات الجوية لمختلف الطائرات سواء حربية أو استطلاعية، السماح بزيارة الموقوفين في السجون الذين صدرت بحقهم الأحكام الجائرة والظالمة، وفي حال خرق النظام لأي بند فإننا في حل من أي التزام. أعلن وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية السابق في سوريا كوفي أنان أن إيران ستقبل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في حال جاء هذا السقوط نتيجة انتخابات في البلاد. وندد أنان بإرسال السلاح إلى سوريا التي أصبحت كما قال على شفير حرب بين طوائف قد تمتد إلى خارج البلاد.